السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة رضا حاتم. إحنا يا جماعة داخلين على فصل الصيف والناموس ودرجة الناموس والكلام ده. النهاردة جايبين لكم 5 طرق فعالة عشان نموت الناموس ونطرد الناموس من البيت. الطريقة الأولانية وهي اللي هي متوفرة في كل بيت ومتواجدة في كل بيت، اللي هي بتجيب حضرتك نص ليمونة وقرنفل، بتجيب النص ليمونة وتحط فيها القرنفل وزي ما احنا شايفين في الصورة كده. ودي الطريقة الأولانية، إن أنت تحط في كل أوضة نص ليمونة. الطريقة التانية واللي هي برضه منتشرة برضه، اللي هي حضرتك بتجيبي شوية قهوة وبتجيب حتة فحماية وتحطهم على القهوة، والدخان اللي بيطلع من القهوة بيموت الناموس وكده. لو احنا ما عندناش قهوة أو ما عندناش فحم، في ناس في قهوة بتتباع حبيبات، لو الحبيبات دي ممكن تحطها في طبق وتدخلها الفرن وتطلعيها تحطها في الهواء في الشقة، هتموت الناموس ده. الطريقة التالتة وهي إن حضرتك بتجيبي زيت، في زيت بيتباع للجسم أو للبشرة اسمه زيت لافندر. زيت اللافندر ده هو زيت عطر بس شديد نفاذة، ريحته نفاذة. الزيت ده جيبي وتحط منه 3 معالق على بخاخة وتطش بيه في الشقة، وإن شاء الله هيعمل يعني إيه، هيدي نتيجة كويسة جدا يعني عن تجربة. يعني في حاجة رابعة وهي المصيدة. المصيدة دي عبارة عن إيه؟ عبارة إن حضرتك بتجيب إزازتين وتقص إزازة زي موجود في الصور كده وتقلبيها، وهنحط في الإزازة من تحت محلول. المحلول بيبقى عبارة عن 3 معالق سكر، وتجيبي من أي بقال أو سوبر ماركت 2 جنيه خميرة بيرة وتقلبيهم على بعض وتسيبيهم لمدة يوم، أو قبل ما تنامي تسيبيهم في الشقة أو في أوضة النوم أو في أوضة الأطفال، وكده مش هيبقى فيه ناموس. في طريقة بقى اللي هي الخامسة واللي هي برضه منتشرة برضه، اللي هي حضرتك بتجيبي ليمون أو برتقان وتحطيه في مية وتغليه على النار، وتسيبي تشيل الحلة على النار وتسيبيها في حتة، تحطها مثلا في الأوضة، تحطها في أوضة الأطفال، تحطها في أي مكان، الناموس بيتلم على البرتقان أو المية بتاعت الليمون أو المية بتاعت البرتقان ده وبيموت في المية. دي الطرق الخمسة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الفيديو عجبك اضغط لايك واعمل اشتراك، وما تنساش تكتب تعليق تقول لنا رأيك فيه في الفيديو، وما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك عشان تشجعنا إن احنا نوصل ونرفع كل جديد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.